إذن بالعودة للحديث عن مخرجات اجتماع هادي العامري بمقتدى الصدر في ظل استمرار الصراع على المناصب، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك أهلا بك شيخ يحيى. يعني لا يزال الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يراوح مكانه بعد فشل الاجتماع العامري بالصدر اليوم، كيف ترى وتيرة الصراع بينهما، وهل تتوقع لربما مزيد من التفجيرات في ظل الانفلات الأمني الذي يشهده العراق منذ إعلان النتائج النهائية؟ الخلاف بين التيار الصدري والإطار هو خلاف على المكاسب والنفوذ باستمرار مشروع نهب الموارد العامة، وهذا الخلاف باستئثار طرف دون آخر على المناصب والأموال خلال ما سميت الانتخابات التي لم يشارك فيها سوى 12% من أبناء الشعب، وجاءت نتائجها لصالح التيار، مما جعل شركاء الأمس ضمن البيت الشيعي يعلنون رفضهم لهذه النتائج والتهديد بما يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وكأن العراق يعيش في ظل فسادهم منذ 18 عاما حالة من الاستقرار، لكن التهديد هذا بتفجيرات والقتل للوصول إلى حالة من الترضية وتقاسم مغانم السلطة، فالطرفين يعتبرون السلطة مغنما وليس تكليفا لبناء العراق وخدمة شعبه، وما زال هناك إصرار من قبل الطرف الفائز وهو التيار فإن مسلسل الاستهداف والتفجيرات سيستمر لحين الوصول إلى ما يسمونه حالة التوازن، أي المشاركة بالمكاسب والنفوذ. نعم، إعلان قيادي الإطار التنسيقي تمسكهم بشراكتهم مع نوري المالكي، ما الذي يعنيه برأيك، وهل طرح في الأساس في جلسات التفاهم بين الصدر والإطار التنسيقي استبعاد المالكي كي يطلق مثل هذا الإعلان؟ يحاول التيار إبعاد المالكي عن المشاركة ضمن التشكيلة الجديدة، وهذه محاولة لشق صف الإطار، لكن إعلان الإطار عن تمسكه بالمالكي قد عطل بشكل واضح وجهي عن مطلب التيار بإبعاد المالكي عن مركز القرار، وهذا أصبح معلوم لكل المراقبين لمباحثات الكتل الشيعية. بحسب مصادر صحفية فإن هناك حديثا عن نية الإطار التنسيقي تغيير المفوضية العليا للانتخابات وكذا أيضا القانون الناظم للانتخابات، برأيك ألا يعني ذلك أن الإطار التنسيقي لا زال متمسكا برؤيته حول تزوير الانتخابات ومحاباة المفوضية للصدر؟ حتى بعد فشل الإطار بانتخابات 12% وهي المجموع المشاركين من الجيش والأجهزة الأمنية والحشد والشرطة إضافة لأتباعهم المنتفعين، فإن الإطار التنسيقي الذي طعن بهذه الانتخابات ووصمها بالمزورة حتما يريد استبدال هذه المفوضية التي يعتبرها قد انحاز موظفوها للتيار، وتغيير قانون الانتخابات بما يضمن قدرته على التزوير والفوز بالانتخابات المقبلة. إذن لماذا يعني يدخل في لربما مفاوضات مع التيار الصدري إذا كان أساسا لا زال معتقدا بتزوير هذه الانتخابات؟ المفاوضات كما قلت لك هي من أجل تقاسم المغانم، تقاسم مغانم السلطة من الأموال والوزارات والثروات، هذا هو أساس المفاوضات. هم لا يؤمنون بأن هناك معارضة داخل ما يسمى مجلس النواب، هناك الجميع مشاركين بالنهب وبمشروع الفساد الكبير الذي دمر العراق وجعله دولة متخلفة في قوائم الدول. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.